سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل لكم وصفة هتكون سهلة جدا وبسيطة عشان الأطفال بيحبوها قوي وكمان الكبار. هنعمل النهاردة الميني برجر بصوص المشروم وماش بوتيتوس بالموزاريلا. تعالوا نشوف مقدرنا هتكون ايه اللي معانا. انا معايا نص كيلو من اللحم المفرومة، ومعايا بيضة، معلقتين من دقيق الشوفان، ملح وفلفل، بودرة ثوم، بودرة بصل، بابريكا، بقدونس مجفف، ومعايا صوص المشروم هيكون مشروم فريش، فص ثوم مفروم، صويا صوص، زبدة، معلقة من الدقيق وكوباية مية. أما البطاطس هتكون معايا بطاطس مسلوقة أو ممكن نحطها في الفرن، وكريمة، والكريمة دي كمان هتكون لصوص المشروم وهتكون للبطاطس، موتزاريلا، ملح وفلفل. وتعالوا نشوف وصفتنا هتكون إيه.